السلام عليكم. تم في بحر الأسبوع هذا توقيع على اتفاقية تعاون وشراكة لإنشاء خط سكك حديدية بين مدينة عنابة ومنطقة أو بلدية واد زياد على مسافة 13.5 كيلومتر، وهذا الخط يدخل في إطار توسيعة شبكة السكك الحديدية المجاورة لمدينة عنابة، يعني pour desservir les zones périphériques تاع عنابة. وهذا الخط يدخل في إطار الخطوط، يعني معروفة هذا التوجه التنموي معروف بما يسمى بالأروار ريزو انتيريور با، اذن فيروفيير انتيريور با معناتها يديسيرف المدن الكبيره. مثلا احنا عندنا الأروار في الجي في الجزائر العاصمه، عندنا ان ريزو شبكه نتاع ولائيه، وهذا هو الاهم، هذا هو الفكره هذه، هي انه على غرار الطرقات السريعه والطرقات يعني البريه، عندنا طرق ولائيه هي المفروض تكون عندنا في ميدان السكك الحديديه، تكون عندنا خطوط سكك حديديه ولائيه خاصه بالنسبه للمدن الكبرى، لازم يكون عندها ريزو اروار، وهذاك لو ريزو اروار هو يرومبلاس يعوض ما يمكن انجازه بالمترو، بخطوات المترو او التراموي. فالقطار هو يعني اقل تكلفه، ويقدر يوصل الى ابعد الحدود في داخل الولايه، في داخل الولايه نتكلموا على ريزو اروار، سان ريزو انتر ولايه، لا سان ريزو انترا ولايه. اذا هذا هو الفكره، احنا ماذا بينا تكون فيه مشاريع لربط المدن الكبرى كقسنطينه وسطيف ووهران والجزائر العاصمه وعنابه بالبلديات المجاوره عن طريق القطار. هذا هو الفكره، والفكره هذه موجوده في الدول الاوروبيه. اذا ان شاء الله السلطات تاخذ باعتبار هذا التوجه هذا ليخدم التنميه البشريه ويخدم التنميه الحضاريه، يعني التنميه من ناحيه العمرانيه. دوننا والسلام عليكم.